فيني شارك بهالوجع وبهالألم وبهالفرح، بس أمسك كتاب من أي كتاب ما بقى فيني سميه أوشو، لأنه قال بحب أترك جسمي بدون اسم. ولكن علم آدم الأسماء، صرخ واحد أوشو، قال له شو معنيت؟ قال له يا محيط في اللغة اليابانية. ما عنده دين، قال أنا صوفي أهل الذكر، لا بيعيشوا الماضي ولا المستقبل، هودي أهل الفطرة، بيعيشوا اللحظة اللي هني فيها بس، وما بيسألوا منين إجا هالوجود، ما بيهمهم هالعلم، لا ما فيهم لا، بس بيعيشوا هاللحظة بكل شكر وامتنان، بكل مشاركة، وبيحطوا قصص ونكت مهضومة مش جلقة، قصص يلي هي بتفوت بهالصفاء اللي فيك. هالقصة أول وحدة بتقول إذا ما مت ما رح تعيش، وهيدا الرجال من بخارة، هو غني كتير ماديا وكمان روحيا، الناس عارفة إنه عنده مستوى مهم بهالوجود، كل يوم يطلع ويعطي دهباية لهال خرع ختيارة، مرة ختيارة هيدي لهال الولد المكرسح. هيدا الطبيب الشاطر اللي ما بيعطي أدوية لهالفلاح، في مرة بده يعطيها للمحامين اللي بيقدروا يدافعوا عن الحق. قام واحد محامي وفقطع خطاب وهيك ما عطى شيء، التاني لبس هالبدلة وأنا قاضي أنا ما عطى. قام واحد قال أنا محامي وبدي ياخذ منه، صار يقول له ليك لواحد حفار قبور لبسني كفن، لبسوا كفن حملوني انا رايح تدفنوني، مشي ميت هيك وحاملينه، طلع انه هاي جنازه، حط بهبيه، اخذها دغري المحامي قبل ما ياخذوها هودي حفارين القبور واللي بيدفنوا، قال له شفت انه ضليت انا محامي وضليت تغلبتك، قال له لو ما مت ما اعطيتك اياها، ان لن تعودوا او تموتوا او كالاطفال. مشان هيك وقت المسيح قال خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي، تعالوا نقعد حد الناس اللي فينا ناكلهم وياكلونا، ما تقولي لابنك بدي اكلك بدي اكلك، بخاف ما بيفهم هواك انك انت بتحبيه كثير. بس وقت الحكايه المسيح هيدا رمز عدو حد الناس اللي بتتفاهموا انت واياهم. الكتاب خير جليس موجود، ما بقى في حدا يمنعه، لا البيت الابيض ولا اوباما شخصيا ولا حدا. عطشك بياخدك على الجبل من غار حراء الى غار الثور، هو راح وكله اسرار. ليش علي نام بفرشته؟ عارف انه علي منه من تراب وما بيموت. أبو بكر خاف، قال له نحن مش اثنين يا أبو بكر، اللي جمعنا هو الواحد الأحد، وفرجينا أنه حتى أبو بكر خاف. شوفوا حتى أنا مستنير وهيك عم بعلمكم درس، أنه نعم في موت وفينا موت. فإذا اليوم شو دور هالإنسان يلي عم بيشوف الكرة الأرضية كيف عم تحترق وتتهزهز وتتزقزق، وكلها كل الأبراج بدها توقع، كل الجزر بدها تنزل، لأن الجزيرة هي إيد توقع شقفة من الأرض هيك راحي. كل من عليها فان حجر الكعبة عم تحفروه، بكم مليار من لبس حجر الكعبة، وشوف قديش في ناس جوعانة. قال له إذا بتلاقي جوعان واحد بدي أقطع لك إيدك، وأنا إذا بتلاقي عندي كذاب بدي أقطع لي أنت إيدي. مشان هيك كانوا الخلفاء أمناء يا أمير المؤمنين. ونحن كل واحد منا إنك تحبي عدوك
هالقد بيفهم. بقول لهم سامحوني كلهم من اخوتي لاهلي كلهم، يعني اهلي واخوتي بالجسد بالتراب، بنتي اختي وبنتي بالجسد، ما بدي جسد، بدي احكي مع ساجد، ما بدي اجساد، ما بدي تراب، ما فيني. بحس حالي عم عيش مع الموتى يعني. مشان هيك عم فكر ارجع على جماعه باي بلد. بأم العربيه ما في جماعات، ممكن بالاردن وبسوريا. نعم، بلاد الشام واليمن، ممكن بحضرموت. يعني اذا بيلتقى اربع خمسه عشر اشخاص وبيقبلونا نقعد بصير راس الجبل، ما بدنا شيء ابدا ولا اي حضاره. في واحد هون بلبنان رح اطلع اشوفه، عنده جبل مثل ما هو، وهو من اهل الصوفيه، وقدامك بتزرع بتاكل وخبزتك وكل شيء. بس بدي انسان، هلا عم فتش على انسان يلي بيقدر يترك امه وبيه واخته وخيه واولاده كله، بيتركهم بحب، بيتركهم بشكر. اهلا وسهلا بيروح بيزورهم، تجوا لعنا اهلا وسهلا. بس ما تجوا كجسد سكر وسل وسرطان وهيك وكيف بدك تصححيني. ما بقى عندي اي استشاره مجانيه، بتدفع حق الصرمية وبتدفع حق الاستشاره. بتجوا بتقعدوا عندي بالبيت وراح تدفعوا مبلغ كبير. وبزيد فوقه وبقلكم شو تعملوا فيه. لحد هلا ما التقيت بحدا. بدنا نعمل شيء بلبنان، نجرب نحاول انه نحول هالطاقة السلبية لطاقة إيجابية، لأنه الميزان اختل بسببنا، اختل واعتل. بريجيت باردو كانت أجمل من كل بناتنا بلا عمليات تجميل. أنت وقت بتشوفوا هالجمال، أنا انبهرت بصوفيا لورين بس شفتها وهيك، إنه فاتت على بيتها وما طلعت وأنا عم بكتب سكرتيرة. كارولين بيا رئيس جمهورية كندي. ما بدي سياسة أبدا. بدي أعيش مع أولادي وهيك. مرة بتجي لعندي قالت لي I'm 5 minutes late، خمس دقايق مؤخرة. احترام الوقت. بس بأمة العرب هلأ ما في أمل. قال الحبيب وقال إنه بدها تنفرج من بعد ما تنفجر. فينا نلطف بالأجواء؟ نعم، كلنا فينا نلطف. اللطيفية هي اللي لازم تكون هلأ بإيد كل واحد منا. كيف فينا نلطف؟ مش اللطف لطف 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 لا جيت لا تخلص لا. أنت بدك تكون اللطيفية. الله حافظنا والله الغالي. فإذا مثل ما قال له لواحد روح جيب لي شوية مي من النهر. جيب مي. قال له هي مش من النهر. قال له يا شيخ ما أنا هيك عملتها وجبتها. روح جيب مي من النهر. رجع جيب مي. قال له لواحد، قال له جيب مي من النهر. جيب مي فيها سمك. قال له ما شفت في سمك؟ اذا الميات ما فيهم سمك هيدا مي، بس بدي النهر بالكاسه. يعني بدي يكون فيك انت وفيك الضوء العالم الاكبر. يعني النقطه يلي بالمحيط فيها كل المحيط، والمحيط بالنقطه. هلا بس تروح بين العالم ما تحكي عن علمك وعن شهاداتك وهيك، كون معه مثل المسيح قال انا معكم بس مش منكم، بس انا معكم. مش هيك ما ضاين هون. وايضا سياتي من بعدي. اجا احمد وصار محمد وتعذب كثير، وقبل ما يترك جسمه صرنا نبكي. قلت ما هلا كنا عم نرجمه وراح لعند النصارى قالوا له ناطرينك واعطيه عنب. هيدي اشارات حلوه كثير. إذا أنت الوجود فيك وأنت الوجود والوجود فيك، أنت الشر والشر فيك، أنت الخير والخير فيك. يعني هاي كلمة خير. نعم، في واحد كان عنده حمار إلى جحي. جحي يعني مثل لها الصوفية. أخذ هالحمار ورايح، مدري كيف مات هالحمار. يا الله كيف مات هالحمار؟ طيب شو بدي أعمل؟ بدي أدفنه؟ لبش هيك ودفن الحمار.
الواحد يبكي شو بك؟ ولك واحد بحبه كثير ومات هون، شو بني؟ اجا واحد ثاني لا هيك عم بيبكي وهي عم بيبكي كمان، صاروا ثلاثة أربعة خمسة، صارت تجي الناس وصار هالحمار مزار. شوفي ولك خيي هذا كان مزار، هذا ولك حمار مات هون ودفنوه. اسألوا مين كان فيه شو هو هالمزار؟ ما في، هيك نحن كلنا تقاليد، كل واحد بيورث من الثاني يعني. ليش بتقطشي لراسها هالسمكة وهالقرنة ودينا لنانبا؟ قالت له ما بعرف، أمي كانت تعمل هيك. سألت ما عرفني أمي كانت تعمل هيك. سألوا قالت لي يا أختي أنا ستي ما كان عندها إلا مقلاية صغيرة وهي السمكة الكبيرة، قطشت لراسها وقطشت لدنبا وقليتها. هلا بنهز اللية تنقلة، بتسكر الصيدلية بتهز اللية بتفتحها، بتسكر العدلية بتهز اللية بتفتح العدلية، كلها حرة. الحمير فهمه ونحن ما فهمنا ولا رح نفهم. نعم رح ضل اقراها كرمالكم اللي بيبعثوا لي اياهم. وعلى سيرة الحمير، شوفوا هالفلسفة تبع الحمار، عم يتفلسف الحمار ويخاطب ابن ادم ويقول له قومت الدنيا وما قعدتها لما قالوا لك حمار، شو يعني اسمي شتيمة ولا جنسي شعار؟ خلقني ربي وخلقك وما حدا بايده الاختيار، وانا مهما زاد الحمل فوقي صابر على المشوار. لا بيوم برفع عيني على جارتي وبصون الجار، ولا بيوم بتطلع على رزق غيري وبيطق منه وبغار، ولا مهر بتدفع حمارتي ولا خواتم ولا اسوار، ولا شقه اجمع بحقها ولا بجهز دار، ولا مرتي حامل وبتتوحم بدها كافيار، ولا بنت بتخرج عن طوعي وبتجيب لي العار، ولا ابن بيدمن وبيهلوس بيوقع وبينهار. عايش بحالي ومتهني وليش بدي احتار؟ باكل وبشرب وبنهق وما في عندي اسرار، وعندي ابن ادم بيخدمني ليل نهار، خادم امين من غير راتب ولا حتى ايجار. عرفت يا ابن ادم مين فينا طلع الحمار؟ الحمار بيفهم كثير، بيعرف اذا بنت امراه حامل، اذا جوعان بشق بطريقها، واذا شبعان بيتغندر. هو مهندس طريق يعني. نعم ستفترق امتي 73 فرقه كلها في النار الا واحده. من النار؟ قال لي انهم على ما انا. شو يعني؟ مثل ما انا واصحابي بدكم تكونوا من الصادقين. يا الله 72 ملي كذبه، وكل واحد بيقول انا الحق معك، وكلنا بنشد، مين بده ياخذ اكثر من الشده؟ وتساءلت اي الفئات تلك وماذا الذي كان على النبي محمد واصحابه؟ فرأيت اولا ان الامه الاسلاميه تعني البشريه كلها ومن كل الديانات والاطراف، ذلك لان كلمه اسلام جاءت من السلام، وكل من سلم الناس من لسانه ويده فهو مسلم. ثانيا انهم كانوا اصحاب اخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، لاتمم مكارم الاخلاق. نعم. بعدين انهم قبلوا اصحاب الديانات الاخرى على ما هم عليه، لا اكراه في الدين. فادركت ان الذي يكفر الفئات الاخرى هو من اصحاب فئه النار، نار الحقد التي تحرق اصحابها المستكبر، ذلك لأنه يعتقد أنه أفضل من غيره، وبين الجنة والنار للإنسان الاختيار. اختار ولا تحتار واختبر، الاختبار سبق التعبير. كانوا يروحوا عند أهل أمتنا، نعم قبل أهل ذمتنا، وأهل ذمتنا قبل أهل أمتنا. أنت وين بتروح؟ أنت شو عم تعمل تتحتار؟ رحتوا لعند النصارى، رحتوا لعند اليهود، رحتوا لعند المجوس، رحتوا لعند هيك، ما حدا بده. قال لهم اشتروا فيهم قمح حطوهم على راس الجبل، خلى تجي النسر وتاكل، ما يقولوا جاعت النسور على ايام المسلمين. فاتوا بالاخلاق للشرق وبالعلم للغرب، حماهم الفاتيكان من اسلام يلي هو اسلام الدنيا. ان شاء الله تجي هلا بهالايام اللي عم بيصير فيها هالمشاكل، يصير عنا مشاتل مش مشتل حشيشه، كلنا نقعد نحش.
لنفوت بالإدمان أبداً. كلمة إدمان وإنسان وقرآن وسمعان وعدنان، السر بالخمس حدود كلمة الله. فإذن الحق علينا، كل واحد يقول أنا الحق علي والحق معي والحق فيي، شو فيني أعمل؟ نعم، جحي سكران ومعه المفتاح بس عم بيفتش على القفل، صار يرجف 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 هيك. إجا الدركي قال له شو بيك عم ترجف؟ قال له بدي حدا يوقف لي الباب، وقف لي الباب وفرجيني وين الغال تقدر افتح. قال له ما انت عفاك حامل فانوس. قال له ايه حامل الفانوس لاعرف وين بدي روح. والاعمى بيحمل الفانوس، قال حتى ما تضربني بتشوفني. فتح الباب، فات جحي على الباب، قال هيدا الفانوس بايدي انا، هيدا الدار، هاي اوضه تبعنا هون انا ومرتي، فات على اوضه النوم، هاي مرتي هون وانا نايم حدا. مين هو هيدا البهله اللي فات لهون؟ حلو نكون سكرانين بس يكون عندنا العشق للحق وسكران بالحق. هيدي خمرة الله، مي زمزم يعني. فيك تشرب خمرة، فيك تشرب مبيد، أحلى مبيد بلبنان اليوم، ولكن بدك تاكل معه ذكر وأنثى. اللي بيشربوا مبيد ما عندهم هشاشة عظام، جبنة ومبيد، جبنة ومبيد. بأمستردام بهولندا ما حدا ما بيشرب. إذا بتعرف أنت كيف تحط طعام على طعام ما تخاف. يا الله راح الفكر وراح كل شيء. واحد اغتنى 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 ماديا، يلا 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 مريض صار على الكراشة، هالدنيا ما بتحرز لأنك أنت ما ركبت إلا ورا المال، تركته هو استخدمك. لمين عم تتركون؟ لهالورطة؟ بيتخانقوا على الورطة قبل ما يدفنوه، يعني يدفنوه بعدين تخانقوا على الورطة. قام الواحد تيشوف فرجيك قديش قوة الفكر قوية، صار يقول لهم الشيخ المرشد هيك، شوفوا هيدي بركة كل يوم بدكم تحطوا فيها كل واحد منكم سطل حليب تنوزعن على الفقراء، فهمتوا؟ كل يوم يحطوا سطل حليب. قام في واحد قال هذا شايفنا معنا كلنا بنجي على الفجر بتكون بعد الشمس منا شايفة، بكره بدي احط سطل مي، سطل حليب كل يوم، حط سطل مي. اجى الشيخ لقاها كلها مي. فاذا نوايا بتعدي النوايا، انتبهوا. قال له بدي احط قرش اليوم، ما بدي احط لا الصينيه كلها قرش. قال لابونا شو بحب؟ كبده بالصينيه. في مواقع بس بتسب رجال الدين الا المسلمين. قام الشيخ قال لهم يا خيي ما نحن بشر مثلكم كمان سبوا فينا. ما كلنا بدنا نتعلم من النكته ومن غلطات بعضنا وكيف بدنا نغلط وهيك، ما بيصير. يا حبيب قلبي بيقوم واحد بيقول له بدي ابعتك لعند هالشيخ بدك تجيب منه امانه، فهمت؟ قال له ايه، قال خذ معك هالعلبه. بتجيب الامانه وما بتفتحها، بتردها هون لإلي، بتعطيه هاي العلبة. هو برايح طيب أقول شو فيها العلبة، شو هو شايفني هلا. فتح العلبة تاري فيها فارة، هربت الفارة، وصل لهونيك فتح العلبة قال له وني الفارة؟ قال له انت عارف انه فيها فارة؟ قال له ايه، اذا بدنا تأمين على الفارة كيف بدي اعطيك الأمانة؟ يكون الإنسان عنده أمانة. يعني كثير في أمناء أنا عشت معهم، يعني أنا ماني مثلهم، بتمنى عم بتقدم خطوة خطوة إن شاء الله وكلنا سوا ندعم بعضنا. بس وقت بتعيش بجماعة ما فيني إلكم بركة الله، يعني ضلني أفكر فيه بس بدي أوقع أفكر ببركة الله، بقول يا الله بدي جماعة مثله هيك. ما فيك ما تكون أمين على هالأمانة لأنه هو عنده الحدس وهيك التواصل الإلهي، هو اللي بده إياه بيطلبه.
خبرتكم مرة ما في شيء الساعة 6 لا مي ما في ملح ما في شيء أبدا، وعندك بدلتين، بدلة بالغسيل وصرمية وحدة وبدلة عليك وبالألوف وجبتين ترويقة إذا بدك في على العصر نحط لي الأكل برا قبل الفجر بيجوا بياخدوه. قول يا رب دخيلك عاد رئيس ويا مشرب ما خلي قديس ما يطلع فيه طلع فيه انت بدك تطبخي يعني. قال لي اسأليهم شو بدهم، هيدا بده بيض، هيدا بده عجة، هيدا بده هيك، البيضة ما يكون فيها صوص، ري 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 ري, ري. نباتيين كلنا. صرت ناطرة الفجر هيك مرق واحد بيت بركة الله يس، كميونية طحين مطحونة اليوم وبيض وخضرة فواكه زبيب لوز جوز بندق فستق كستنا. مشيت هيك بدي يشوفني طلع بوجهي عارف منين بدي اهرب. انا عم بطبخ هيك ارقص غني يعني انه بس هالناس منن موجودين بلبنان. هيك في ناس شوي اشطف زوم فيني اساله بس في واحد اسمه عبد الله ريا حبيبي راح على ايران جاب لي كتاب لاوشو بالايراني قال لي هوني ما في الله ما في حدا ما في حدا في اوشو وفي الله وين ما بتروحي قال لي تسمعي اذان بلال بلغات كثيره عشان هيك الارمن اني اخر ناس فلوا من ايران يقولوا نحن هون ارمن هلا الايراني هو راح لعند اوباما إن شاء الله يصير في صلح مصالحة مش مصلحة. كلنا عباد الله، كلنا عيال الله، كلنا عائلة ملكية. ليش عم نقوي الشر؟ أنتوا بتعرفوا ليش. يا الله، واحد قاعد تحت الشجرة بيدعي للشجرة زيدي لي مصريات زيدي هيك زيدي هيك زيدي هيك. قال له ليه؟ قاعد انت والشيطان. قال له شكيف؟ قال له شفته من بعيد قاعد انت وياه. ليش عم تدعي هالدعاء هيك؟ قال له رح خبرك انا، كان في وحده مره زانيه وحدا رجل دينها، هي تقول له يا الله طهر لي قلبي مثله، هو بيقول لكم واحد فات لعندها؟ ما فيني انا فوت لعندها، انا رجل دين وبيني مساجد ومعابد وهياكل و... ماتوا اثنينه. هي دفنها راعي ومعه خوخ. كلب وهو دفن ستايل تبع الشخصيات المخصية بالحساب القاتل والمقتول لحكم علي بالجنة أبو ملجم بالنار. قال له أنا بالنار؟ أنا رجل دين ومطران بطرق رباي شو ما بدكم؟ قال له الله رب قلوب منه رب جيوب، هي قلبها كل الوقت تحسدك وأنت تحسدها، هي صادة زينية صادة. مرة في مرأة مرة مع بنتها قالت لها لا تطلع بهيديك، هي شرقوطها يعني هون يجي عم تركض تطلع فيها لا تطلع فيها ركضي ورانا مشي مشي غمضي عينيك هيك ركضت ركضت. قالت لها مدام مدام بدي لك بس انه بنتك وقعت هيدي البورتموني بورتفوليو المصاري جزدينا ما نسي الظن يا اخوتي. انا عشت معهم وشفت يعني يا محلى بناتنا ما فيني لكم بس يجوا يعيشوا معنا بالبيت بيت بيت الله سموه بيت الصوفيين أهل الذكر. استحي من حالي إنه كل فودي هيك كلنا فينا نتغير يا حبيب قلبي. واحد سكيف بس هالكندرجي هو المقلعجي وهو الجوهرجي وهيك قال له لا ابنه حسن روح لعند الكندرجي اتعلم. راح قال له يعني انت كندرجي وانا معي شهادات من الجامعه الامريكانيه بي بيعتني لعندك. اخذ ميه البويا هاي وكب عليه إيه راح لعند اخته لايك لايك هيدا كبن علي ايه قال بيت اتعلم عنده انا حي من الشهادات من الجامعه الامريكانيه
قامت هي أخذت تيابه وخبته، قالت له فوت تحمم وعطيته تيابه وراح معه شهاداته ما تروح اشتغل. مرض خيا، قالت له هلا انت البيت وانت المريض وانت المرض، اقعد شم هاي اللي كبن عليك الكندرجي. وراح مشي وصار هو الكندرجي من بعده، هيك من المرشد الى المريد. فاذا لو بتشوفوا شو ما شفت من الكندرجي للمقلعجي للجوهرجي كلهم فيك، المهم تنتبه شو هي الجوهره يلي حطها الله بالانسان ورفع الميزان بالانسان.